الحلقة دي عن إزاي أميز مشيئة ربنا في حياتي. بس الأول هنقسم الحلقة جزئين لأن الجزء الثالث بيبقى مخصص للأسئلة. الجزء الأولاني اللي هنتكلم فيه هيكون تحت عنوان إيه المشاكل اللي بتخلي الإنسان ما يعرفش مشيئة ربنا أو يصطدم مع ربنا أو يحس إن ربنا بعيد قوي عن حياته، فلا فاهم إرادته ولا فاهم مشيئته ولا سامع أساسا صوته. تعالوا الأول نعرض للأسباب دي، وبعدين الجزء الثاني هنشوف إزاي نسمع صوت ربنا. أول مشكلة بيصطدم بها الإنسان مع الله في حكاية إن أنا أسمع صوته أو أعرف مشيئته حاجة اسمها العجلة أو الاستعجال. الحقيقة الإنسان قلوق. الإنسان لما بيسأل ربنا على حاجة ويبقى عارف عاوز يعرف صوته تلاقوه مستعجل قوي قوي، يعني هو صلى النهاردة علشان ربنا يقول له بكرة. والعجلة دي أو الاستعجال ممكن يسبب مشاكل كبيرة للإنسان لدرجة أنه يقرر أنه يستغنى عن صوت ربنا ويلجأ لتدبير تاني قد يكون تدبير بشري، يقول لك ما أنا سألت وطلبت من ربنا وربنا ما عملش حاجة، لأن ربنا عنده بال طويل قوي وإحنا أيامنا معدودة على الأرض، وإحنا هنفضل نستنى بالسنين عشان ربنا يجاوبنا على سؤال إحنا سألناه. طبعا الحقيقة القاعدة دي مش سليمة. أوقات ربنا يتأنى في الإجابة، وأوقات ربنا بيجيب إجابة سريعة على حسب الموقف. يعني مثلا في الحادثة بتاعة جبل المقطم ونقله ربنا ما استناش سنين، لأن الإنذار كان إنذار محدود وبالتالي المعجزة كانت في زمن قريب قوي. لكن أنا عايز أرجع تاني أتكلم على موضوع الاستعجال والعجلة، إزاي يخلي الإنسان يغلط. القصة المشهورة قوي في الكتاب المقدس قصة إبراهيم، لما طلب من ربنا ان يكون لي النسل، وربنا قال له انا هدي لك نسل قد نجوم السماء وقد رمل البحر. واستنى ابراهيم، وابراهيم ابتدى يكبر، وابتدت مراته تكبر، وابتدت علامات الشيخوخه تبان عليها، يعني اقصد الشيخوخه النسائيه، يعني انها مش هتقدر تنجب بعد الفتره اللي بتمر بيها دي. فعلشان اللي رتبها ربنا من أجل أنه يجيب إسحاق، ابتدت مراته تزن عليه وتقول له احنا هنفضل مستنيين، وكانت غلطة كبيرة قوي قوي أنه سمع لسارة ودخل على هاجر وخلف منها إسماعيل. بس ما دي ما كانتش إدارة ربنا ولا دي كانت مواقيت ربنا. وبعدها فترة ربنا جه زاره وقال له السنة الجاية هيكون عندك ولد، فضحكت سارة، فربنا ابتدى يعني يوبخها ويقول لها انت ضحكتي لما انكرت انها ضحكت. يبقى هنا عاوزين نقول حاجة، ان اوقات الاستعجال بتاعي انا دي اكبر مشكلة بتقابلني في التقابل مع التوقيت الالهي. في فرق بان ربنا ممكن يرد النهاردة وممكن يرد بكرة وممكن يرد بعد سنة وممكن يرد بعد سنتين، بس الحقيقة انا ببقى مستعجل، وعلشان انا قلوق مش قادر اقبل كلمة ربنا ما ردش، فبقول انا صليت وربنا ما جاوبنيش فانا هعمل اللي انا عايزه، واغلط غلطة ابراهيم مع هاجر اللي كلفتنا بعد كده كتير قوي. يبقى اول مشكلة ان الانسان مستعجل وربنا ليه جدول زمني تاني خالص. وطبعا مما لا شك فيه ان الجدول الزمني اللي بيختار ربنا افضل بكتير قوي من اي جدول زمني انا عايزه لنفسي. بس الفكرة فكرة إيمان، الفكرة فكرة تصديق إن ربنا سمع، ومدام أنا طلبت من كل قلبي يبقى ربنا جاوب وهيجاوب وهيتمم مشيئته ويعلن صوته في الوقت المناسب. حاجة تاني بتخليني أنا